ظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر اليوم، مع بقاء برنت دون 50 دولارا للبرميل. وجاء الانخفاض بحسب محللين لرويترز في ظل استمرار تخمة المعروض رغم معدلات التكرير القياسية للمصافي الأمريكية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج. وتراجع الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 44 دولار و 96 سنت البرميل بعد أن لامس أدنى مستوى لليوم عندما سجل 44 دولار و 82 سنت البرميل، وهو أقل سعر له منذ 20 من آذار. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 9 سنتات إلى 49 دولار و 68 سنت البرميل بعد أن هبط إلى 49 دولارا وسنتين يوم الأربعاء، وهو أقل مستوى له منذ 30 من كانون الثاني.